هذا زعزوعه. هتكلم بالنسبه للبلد، مفيش نظام ومفيش اي حاجه والدنيا بايظه خالص. أو يعني حركة المرور وحشة وكل حاجة وحشة، كل حاجة بنقوم من النوم نشوفها الصبح اللي هو وحش. مفيش حاجة جديدة ولا في حاجة معدولة. زي ايه مثلا؟ زي العربيات، بيبقى شارع رايح بتلاقي شارع قصاد، بتلاقي عربيات جاية قصاد منه. ولقمة عيشك انت. كل حاجة ضايعة، مفيش مكسب ولا في رزق ولا في أي حاجة. أنا شغال في شركة. مرتبك ايه؟ مرتبي مش هتصدق، عيب اللي أنا أقوله. لا قول. الاساسي بتاعي ربع 504 اجمالي بتاع 1000 جنيه. الدنيا بايظه خالص. في ايه تاني؟ في كل حاجه ضايعه يا عم، مفيش حاجه، مفيش حاجه سليمه. احنا بنتكلموا مع الاستاذه برضو، هي بتقول لك ايه رايك في الموضوع ده، احنا بنحكوا راينا فيه. الدنيا واقفه مفيش حاجه، وانا لو اقول غير كده ابقى منافق. اقول لكم الدنيا كل رصيف عليه بوكيه ورد، مفيش حاجه من دي. عمالين ناكلوا في بعض ونتعاركوا مع بعض، والغلط بقى صح والصح بقى غلط، والدنيا بايظه. خد حمد كمل مع الاستاذ. ايه دي اللي يعملوه؟ مش يظبطونا احنا الاول وبعد كده يفكروا في الاعياد؟ بتعرف عنه ايه؟ ما اعرفش عنه حاجه، عشان انا اصلا عايش في البلد دي، مش بني ادم. مش بتاع عيد، انا مش بني ادم بتعامل ان انا مش بني ادم. يبقى ادور على عيد؟ ادور على لقمه كلها. خد يا حمد.